نصلي ونسلم على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Hasan Wahyudin yang akan mengisi mau'idoh hasanah pada malam hari ini. Para alim, ulama, para ustaz dan ustazah yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, para tamu undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, terutama berupa nikmat sehat, iman dan Islam. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan kepada umatnya hingga akhir zaman. Dan kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua yang telah menghadiri undangannya Bapak Awaluddin sekeluarga dalam acara tasyakuran khatmil Quran yang telah kita lakukan tadi dan berlanjut dengan acara pengajian. Dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan bersama pada malam hari ini senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala serta akan mendapat rahmat dan nikmat bagi kita semua fid dunya wal akhirah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam pengajian pada malam hari ini acara kami susun sebagai berikut. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Qur'an, yang ketiga sambutan-sambutan, acara yang keempat mau'idhoh hasanah dan penutup doa. Hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara ini dengan bacaan Ummul Kitab ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin solihah al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Kang Ustaz Satori Yusuf. Kepada beliau kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا
لتدخلن المسجد الحرام لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا فعلم ما لم تعلموا فجعل من قريبا والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم على الكفار رحماء بينهم
سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزر كزرع أخرج شطأه فآزر فاستغلظ فاستوى على سوقه ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا منهم مغفرة وأجرا عظيما وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم وأجرا عظيما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغى في الميزان وقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو
العصر والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذر ربكم لئن شكرتم لأزيدن لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati para kiai, para ulama, para ustaz, para ustazah. Yang saya hormati para bapak, para ibu yang mana telah hadir dalam acara undangan kami. Semoga undangan kami acara mendapatkan pahala dan berkah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita semua diberikan kesehatan walafiat, tidak kurang suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Amin. Salawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di akhir yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Izinkanlah pada kesempatan kali ini saya selaku tuan rumah mengucapkan terima kasih kepada poro bapak, poro ibu yang telah memenuhi undangan kami. Selain itu, saya selaku tuan rumah mohon maaf apabila ada kesalahan kata saya dan juga jamuan serta tempat dan sikap juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tolong dibukakan ya. Semoga kita semua bisa memaafkan saya. Selain itu, saya selaku tuan rumah memohon meminta untuk anak kami Ananda Wulan Dani Sapitri, semoga anak kami menjadi anak yang solehah, berbakti agama juga bangsa. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Itulah sambutan dari saya selaku tuan rumah, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.